السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكون الجميع بخير. النهارده معانا تورتيه حلوه قوي يا بنات، هنشوفها مع بعض كده واحنا بنعملها. دلوقتي طبعا اربع بيضات اهمت معانا، اربع بيضات هننزل عليهم بكوبين فانيليا. تورتيه سهله وبسيطه، كل اي حد يعرف يعملها يا بنات. الطريقه سهله وبسيطه خالص، مش مكلفه. وهنزل عليهم كوبايه سكر اهي يا بنات، احنا قلنا اربع بيضات والباكويين الفانيليا وكوبايه السكر اهي يا بنات. وطبعا معانا المضرب الكهربائي، بسم الله. هنشغل كده يا بنات، هنضرب طبعا السكر والبيض مع بعض كده لحد اللون ما يفتح معانا. وطبعا اللون زي ما فتح معانا كده، فتح معانا اهو، شايفين اللون راح ما شاء الله جميل معانا اهو يا بنات. هننزل بكوبايه الا تلت من الزيت برضو بالمضرب كده، واحنا ومعايا كمان يا بنات كوبايتين من الدقيق، عليهم ذره ملح اهي يا بنات. ومعانا كمان باكو من البيكنج باودر، طبعا انا هضيف ده كله كده على الدقيق، وهنزل بيه على الخليط اللي موجود معانا ده يا بنات اهو زي ما انتم شايفين كده. وهنزل بالدقيق وهقلب بقى بالمضرب العادي زي ما انتم شايفين كده يا بنات، بسم الله. دي ما يتجز مع الخليط اللي معانا دي. يلا يا بنات اللي وصل معانا لحد هنا اللايك والقناة يا بنات، انزلوا اللايك. طبعا معانا كوبايه الا برده الا ربع كده من اللبن، هنزل بها كده هفك طبعا بيها اللي معانا الدقيق ده اللي شايفينه اهو. اهو يا بنات بقلب كويس اهو زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله معانا اهو. طبعا انا هخلصها كده وارجع لكم تاني اوريها لكم وانا بصبها في الصينيه كده. طبعا الخليط معانا اهو يا بنات، فضيته في صينيه اهي، دهنتها بالزيت او بالسمنه، حطيت فيها ورق اهو يا بنات. لو ما عندكيش ورق زبده حط ورق رز زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، تمام كده اهو زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. شايفين الخليط معانا عامل ازاي والقوام بتاعه ما شاء الله كده. طبعا انا ادخلها الفرن وارجع اوريها لكم بعد ما طلعت من الفرن يا بنات، تستوي معانا كده اوريها لكم. طبعا معانا حله على النار زي ما انتم شايفين كده يا بنات، هنزل بكوبايه من السكر. طبعا احنا هنعمل صوص الكراميل اهو زي ما انتم شايفين كده، هنسيبها معانا خلاص ونهدي عليها النار لحد ما تتكرمل معانا زي ما انتم شايفين بالشكل ده، على ما اعمل الحليب يا بنات، الحليب اللي احنا هنفضيه فوق. طبعا يا بنات احنا هنفضي هنا
هنعمل بقى الحليب اهوت، وهنضيف فيه معلقه كبيره من النشا، كوبايه كبيره اهيت من اللبن يا بنات، هنضيف فيها معلقه كبيره من النشا، معلقه غراميه كده، معانا معلقه كبيره اهي من النشا، هندوبها في الحليب ده طبعا زي ما انتم شايفين كده، معلقه وشويه كمان اهم، معلقه ونص كده من النشا يا بنات، على السكر ما يتكرمل معانا، نكون احنا دوبنا كده النشا مع اللبن او الحليب، طبعا هننزل عليه بصوص الكراميل، هننزل على صوص الكراميل طبعا بالنشا والحليب زي ما انتم شايفين كده. يلا يا بنات، اللي وصل معانا لحد هنا يحط لنا اللايك للفيديو عشان هو اللي بيرفع معانا الفيديو يا بنات. احنا دوبنا طبعا النشا مع الحليب اهو، هسيبهم على جنب. السكر ابتدى يتكرمل معانا اهوت، زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، السكر ابتدى يتكرمل معانا اهوت على النار، خلي واخد بقى فتحت طبعا يا بنات. انا نزلت اهوت بمعلقه كده، لو ما عندكيش انت ممكن تحطي سمنه، معلقه اهيت معانا اهي، هنقلبها لحد ما تسيح كده معانا مع صوص الكرمل. طبعا معانا كوبايه الحليب اللي احنا مدوبين فيها معلقه النشا الكبيره، هنزل بقى على صوص الكراميل دي، وطبعا زي ما انتم شايفين كده يا بنات ما شاء الله معانا صوص الكراميل اصبح جاهز اهوت يا بنات، زي ما انتم شايفين طبعا انا سبته على النار 5 دقائق على الهادئ كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي اهوت، اصبح معانا الصوص جاهز كده. زي ما شفنا يا بنات طبعا احنا عملنا صوص الكراميل زي ما انتم شايفين يا بنات معانا اهو، وطبعا ادي صوص الكراميل اللي احنا عملناه على النار، وطبعا معايا كوبايه من كريم شانتيه، طبعا الحشوه دي اللي هنعمل بيها الكيك يا بنات، كوبايه هيك من كريم شانتيه، هنزل عليها بقى فانيليا، ومعانا نص كوبايه من الحليب مثلج يا بنات اهوت، وبعد ما عملت الكريم شانتيه كده ما شاء الله شايفين يا بنات، هنزل عليها كمان بكوبايه اهيت من صوص الكراميل، الكريم كراميل اهوت يا بنات اللي انا عاملاه، دي الطبقة طبعا اللي هنحطها في الكيك، طبعا انا عملت كوباية من كريم شانتيه زي ما قلت لكم يا بنات، عليها نص كوباية من الحليب المسلق، ضربتهم مع بعض مع نص كوباية سكر بودر،
ضربتهم مع بعض اهوت يا بنات، وحطيت عليهم كوبايه من الكريم كراميل. انتوا شايفين الصوص اللي احنا عملناه يا بنات؟ هرجع اعمله واخلصه وارجع كده. ما شاء الله يا بنات، شايفين التورتيه معانا عامله ازاي؟ طبعا يا بنات ان الفيديو اتحذف مني وانا بعملها والله وانا بحشيها الكريمي. طبعا هي ما فيهاش حاجه، انا حشيتها بس الكريمه من جواها كده وغلفتها من بره. وطبعا دي جوز الهند يا بنات، انا حمصتها كده شويه على النار زي ما انتم شايفين، عملتها في اللجنه كده زي ما انتم شايفين كده يا بنات. ومعانا طبعا كريم كراميل هنزوق بس بيها التورتيه من فوق كده ان شاء الله. لا لا حرف ثواني بس يا عمور. بسم الله ما شاء الله، شايفين يا بنات الجمال؟ شايفين التورتيه حاجه كده سهله واقتصاديه، حاجه على قد على قد لك كده يا بنات، ما شاء الله حاجه جميله كده، تنفع في العزومات، تنفع في الحفلات، توديها هديه كده في عيد ميلاد، ما شاء الله. شايفين يا بنات الجمال؟ حاجه كده خرافه، حاجه روعه ما شاء الله. شايفين يا بنات؟ بسم الله ما شاء الله. يا ريت ان عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.